كنت بيت العطارين ليه يا رايق؟ كلام ايه ده يا حاج؟ خسارة، كنت فاكرك أذكى من كده بكتير. لكن الغدر ما بيجيش إلا من أقرب الناس اللي بنأمن لها، عشان كده سموه غدر. أقسم بالله ما أنا فاهم حاجة من اللي بتقولها يا حاج. مين اللي بلغ سيف العزازي إن البضاعة اللي جاية هتتخزن عندك؟ في حد غيرك يعرف؟ أكيد ما فيش حد غيري يعرف، أنا مش تلميذ يا حاج. أنت طبعاً عارف جزاء الخيانة إيه. بس اللي منعني عنك اللي أبوك عمله معايا. أنت هتعيش يا فتحي، بس عشان أبقى سددت الدين اللي عليا لأبوك، لكن مش عاوز أشوف وشك تاني. لو شفت وشك ولو صدفة هقتلك. غور من وشي. الضفيرة دي مين عاملها لك؟ انا قلت كده برضه. طيب اسمك ايه؟ هو احنا مش اصحاب؟ المفروض تتكلمي معايا زي ما بكلمك. طيب فاكره اول مره تقابلنا فيها كنت بتعملي ايه في المكان ده؟ ايه اللي وداكي المكان ده؟ مش كده؟ حسيت برضه. طب ابتدي معاكي من الاول. ازيك؟ انا اسمي زكريا. وانا هايدي. اسمك ايه؟ ايه؟ مش ناوية تقول لنا اسمك ايه؟ علي. تعالي. كنت بتعملي ايه في الفيلا اللي قابلتك فيها يا علي؟ كنت مع بابا. باباكي كان بيعمل ايه هناك؟ معرفش. ينفع توديني ليه؟ حاضر، شوف هعمل معاك ايه. كانت لعبة، حفر لنا الحفرة وخلانا نغرس فيها. زين كشفنا يا سيف. كشفك انت، انا ماليش فيه. طبعا، وانت تفرق معاك في حاجة؟ الكلوب فرقع في وشي انا ولبستها. ما قتلكش ليه؟ كنا خلصنا منك. هي بقت كده. الله، وانا اللي كنت فاهم انك في ظهري. ظهري مين يا عم؟ وانا عمري كنت في ظهري مين؟ تجديد ولا ايه؟ مالك؟ برضه نفس السؤال، ما قتلكش ليه؟ رد الدين بتاع ابويا. ابوك بقى الله يرحمه ده احسن حاجه عملها في حياته الموضوع ده. يزن الموضوع زي ما بيقولوا هيبقى سلف ودينا فتحي. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ طب ما هو لو زين سامحني ولاده ولا سليم هيسامحه ولا لا؟ بقول لك ايه؟ اخفي انت اليومين دول، استخبى في اي حته لحد ما الموضوع يهدى. بس وديني وما اعبد، لو اسمي جه في الموضوع من قريب او من بعيد، ختم شهاده وفاتك هيكون من عند هنا. تفتكري بابي هيعدي اللي انت عملتيه ده على خير؟ اسكتي يا ياسمين، ما تفكرنيش. أصلاً هي مش المشكلة في اللي هو هيعمله، المشكلة لما يعرف السبب اللي خلاكي تعملي كده. ياسمين، متخليش حد من حاجة لك.
طب وبعدين يا سلمى؟ هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ انا كلمت علي وهي تصرف. علي؟ علي يا سلمى؟ ما كانش ينفع يعرف حاجه زي دي. وفيها ايه يعني؟ على فكره علي زي اخويا وانا بثق فيه جدا. وبعدين هو الوحيد اللي مش هيحاسبني ويفهم اللي حصل ده. يفهم ايه يا بنتي؟ اللي حصل ده غلط. مش محتاج حد يقول لك هو صح ولا غلط. انت مش المفروض تكوني مستنيه حد يحاسبك اصلا. انت لازم تحاسبي نفسك يا سلمى. لو ما حاسبتيش نفسك يبقى دي مش هتبقى اخر مره. لازم تعرفي ان انت مش لوحدك يا حبيبتي. اي تصرف هتعمليه هيأثر على امك وابوكي واخواتك كلهم. واكيد انت مش عايزه تزعليهم، مش كده؟ الحمد لله على السلامة. اسمع يا دي اصفر، انت العلقة دي ولا حاجة قصاد اللي ممكن يحصل لك. انت الظاهر ما خبرش انت بتلعب مع مين. الصور اللي عندك كلها تختفي. لحسن لو حاجة ظهرت كده ولا كده قسما عظما اخفيك من على وش الدنيا. فاهم؟ فاهم. وبلاش حلاوتك الحلوة دي تروح هدر. خلاص قلت لها خلاص. تلفونك فين؟ يدك في جيبي. وده حلال علم. وخليك فاكر زين، سلمى لا. سلمى ايه؟ سلمى ايه؟ سلمى لا. برافو. انا مش هسألك انت عملتي في نفسك كده ليه؟ أنا بس عاوز أقولك إن مفيش في الدنيا دي كلها حاجة واحدة تستاهل إن الواحد يموت نفسه عشانها. إحنا اتواجدنا في الدنيا دي يا حبيبتي عشان نعيشها. أمك وهي حامل فيكي كان عندها مشاكل في الحمل وكانت خايفة لا تموت وهي بتولدك. فأنا يوم ولادتك قعدت أدعي ربنا وكتبت على باب أوضة العمليات سلمى عشان تسلميلي انتي وامك. شفتك في ايد الدكتوره بتضوي زي القمر. ومن يوميها يا سلمى وانتي منوره عليا دنيتي. كنت زمان بتكتبيلي جوابات تقولي لي ماما زعقت لي عشان مش عايز اكل وانا ماليش نفس. زكريا ضربني. معرفش المدرسين عملوا لي ايه في المدرسه. وأنا ما كنتش بنام قبل ما أقرأ الجواب ولسه محتفظ بيهم لغاية دلوقتي. عاوزك يا حبيبتي لما الدنيا تضيق بيكي اكتبي لي جواب وأنا هقرأ. كل حاجة متأمنة ومعمول حسابها. الاتفاق